فيلمنا بيتكلم عن قصة حقيقية لجيمر محترف بتتغير حياته بسبب الديون اللي على اهله، اضطر انه يدور على طريقة علشان يسدد بيها كل الديون. تعالوا نشوف ملخص الفيلم. بيبدأ فيلمنا في تايلاند مع شاب اسمه توب، وهو رايح للبنك بيقابل الموظف وبيقول له انه عايز يقدم على قرض بمبلغ 10 مليون بوت، ودي عملة تايلاند يعني. المهم فبيقول الموظف ان ده مبلغ كبير، وبيسأله عن السبب اللي خلوهم يقرضوه 10 مليون. فبيبدأ توب انه يحكي له قصته، بيقول له انه لما كان في ثانوي كان جيمر محترف وبيقدر انه يقوي حسابات في الالعاب ويبيعهم بمبالغ ضخمه، لدرجه انه قدر يشتري عربيه وهو في سن صغير، لكنه كان بيصرف الفلوس في حاجات تافهه لانها جت بالساهل. وبسبب اهتمامه بالالعاب وانشغاله بيها جاب مجموع قليل في الثانويه، ومفيش اي جامعه حكوميه قبلت بيه، ولازم انه يدخل جامعه خاصه بمصاريف ضخمه. بيسمع توب اهله بيتخانقوا لانهم بيمروا بازمه ماديه، وكمان بيلاقي ان الحساب بتاعه في اللعبة اللي بتدخله فلوس اتقفل لانه بيستغل الحساب ماديا، وده غير شرعي، وبيبقى عايز يساعد اهله باي شكل. فبيقرر يبيع الاجهزة الخاصة بالفيديو جيمز، لكن لما بيروح علشان يبيعهم بيكتشف انه اتغش فيهم وانهم مش اصليين ومحدش بيرضى يشتريهم. بعد كده بيقول له والده انه يلتزم في الدراسة ويبطل يلعب فيديو جيمز، وبيديله فلوس كان محوشها علشان يدفع مصاريف الجامعة، لكن توب ما بيقبلش انه ياخد منه الفلوس لانه عارف ان عندهم ازمة مادية، وبيقول لابوه انه هيتصرف. وفعلا الواد ما بيكدبش خبر وبيروح يسرق الذهب بتاع امه، وبيقول لنفسه انه هيرجع الفلوس لما ربنا يكرمه. بعدين بيبيع الذهب وبيدفع مصاريف الجامعه. المهم بيهرب من اول محاضره ليه وبيروح لقسم اعداد الطعام في الجامعه، وهناك بيقدر انه يشتري اله لتصنيع فول السوداني، وبيبقى مقرر انه يفتح مشروع لنفسه ويكسب منه، وبيساعده عمه في تجهيز الاله. بعد كده بيأجروا ركن في مول علشان يبيعوا فيه الفول السوداني، لكن ما بيبقوش قادرين انهم يبيعوه، وبيكون ده بسبب المكان اللي هم واقفين فيه لانه بعيد عن الزباين، فبيغيروا مكانهم كذا مره لحد ما بيلاقوا المكان المناسب واللي بيقدروا يبيعوا فيه بضاعتهم. بيبقى توب منفض للجامعه على الاخر لدرجه انهم بيفصلوه. بتيجي حبيبه توب وزميلته في الجامعه وبتقول له انه لازم يرجع يلتزم في دراسته، لكنه بيقول لها انه عايز يشتغل ويكسب بايديه، لكن فرحته ما بتكملش لان مدير المول بيقول له انه ما ينفعش يفضل يشتغل في المول لان الاله بتطلع دخان وبينتشر في المول، وبسبب الدخان بقى في بقع سودة في السقف، وبالتالي بيفشل مشروع توب. بعد كده بيقرر اهله انهم يهاجروا من تايلاند للصين لان بقى عليهم ديون كتير، بس توب ما بيبقاش عايز يسافر فبيقرروا يسافروا من غيره وبيسيبوه يعيش مع عمه. بيجي توب يرجع بيته فبيلاقي ان تم الحجز عليه من البنك بسبب الديون، فبيروح يقابل حبيبته، لكن اول ما بتشوفه بتضربه لان ما كانش بيرد عليها، فبيصالحها وبياخدها في عربيته علشان يوصلها. وهم في العربيه بتخرج حبيبته علبه فيها حاجه اسمها اعشاب البحر بتكون طعمها لذيذ جدا، فبيقرر توب انه يصنعها وتكون مشروعه الجديد. بعد كده بيروح توب لدكتورة الجامعه وبيسالها عن الطريقه الصحيحه لتخزين المنتجات الغذائيه، فبتوري له الطريقه وهي انه لازم يغلف المنتج في اكياس ويسحب من الكيس الهواء. بعدين بيبيع توب اله الفول السوداني وبيجيب معدات والاعشاب علشان يبدا مشروعه، لكنه في كل مره بيجرب يعمل الاعشاب بتكون سيئه جدا وطعمها مر ومش بيكون عارف السبب. وفي يوم بيلاقي توب عمه واقع على الارض وبينزف، فبينقله للمستشفى وبيكون في كيس اعشاب مرمي على الارض وبيتغرق ميه من المطر. في تاني يوم بيكمل توب محاوله في قلي الاعشاب، لكن برضه في كل مره بيكون طعمها سيء جدا لحد ما بتخلص منه كل الكميه اللي عنده، وبيلاقي الكيس اللي متغرق من المطر وبيكون مترطب من الميه، فبيدوق الاعشاب وبيلاقي ان طعمها حلو، وبيكتشف انها لما اتعرضت للترطيب اختفت المراره منها، فبيفرح وبيروح لعمه المستشفى علشان يدوقه منها وبتعجبه. بعد كده بيخف عمه وبيبداوا يعرضوا منتجاتهم في المول وبيعجب الناس جدا وبيكون عليه اقبال. بيبقى توب حاطط هدف لنفسه انه يكسب كل سنه مليون بط، وبيكلم اهله علشان يفرحهم بنجاحه وبيقول لهم انهم ممكن يرجعوا يعيشوا في تايلاند تاني، لكنهم بيصدموه لما بيعرف ان الديون اللي على اهله قيمتها 40 مليون بط، فبتحصل له حاله من خيبه الامل. وفي يوم بيشتري توب حاجه من علامه تجاريه شهيره اسمها 7-11، فبتجيله فكره انه يعرض عليهم انه يبيع منتجه في محلاتهم علشان يزود ارباحه، وبالفعل بيروح يعرض منتجه على المديره لكنها بترفضه لان طريقه تغليف المنتج سيئه. فبيروح طب منتجه لمصمم اكياس تغليف علشان يصمم اكياس جديده للمنتج، وبيسمي المنتج باسم المكافح. بعدين بياخد عينات وبيروح بيها تاني ل 7-11، لكن المديره بتكون مشغوله وبيفضل طب مستنيها كتير لحد ما بيتملكه الملل، فبيسيب العينات للسكرتيره وبيمشي في حاله من الاحباط. بعد كده بيتصل باهله وبيقول لهم انه هيسافر للصين، لكن موظفين 7-11 بيجربوا الاعشاب وبتعجبهم.
بيهم، فبتستدعي الشركة توب في اجتماع مع اصحاب المنتجات التانيين، وبتقول المديرة منتجه كويس جدا وقادر انه يحقق ارباح كبيرة، وبتطلب منه تصنيع اكتر من 70,000 كيس اعشاب علشان ينزلوا بيهم في جميع فروع الشركة، وبتقول انهم هيجوا للمصنع بتاعه علشان يتحققوا من نظافته، فبيوافق توب على شروطهم رغم ان ما عندوش مصنع اصلا، وبيخرج من عندهم يروح على البنك، وده المشهد اللي كان في اول الفيلم. بيبقى توب عايز القرض علشان يفتح المصنع ويقدر ينتج الكميات الضخمة دي. بيحييه الموظف على مشوار مكافحته، لكن بيتأسف له لانه مش هيقدر يديله القرض بسبب الديون اللي على اسرته، ده غير انه لسه تحت السن القانوني. فبيخرج توب من البنك وما بيقاسش، بيروح يفتح مخزن قديم ملك لعيلته، وبيقرر انه يفتحوا مصنع خاص بيه. كمان بيبيع العربية بتاعته علشان يقدر يوظف عمال في المصنع، وبيعيد تشييد المخزن. بتوصل مديرة الشركة علشان تقيم المصنع، وبتبقى عندها شكوى لان المصنع مش نظيف لاقصى درجة. بعدين بتمشي من غير ما تقول لتوب يبدأ شغل، وبيظبط توب كل المشاكل اللي كانت في مصنعه، لحد ما بيوصلوا رسالة من الشركة انه يبدأ تصنيع 70,000 كيس، وبيبدأ شغل بالفعل لحد ما بيصنع كل الكمية المطلوبة. وبتيجي عربية الشركة علشان تحمل منتجه وتوزعه على الفروع. بيكون توب في قمة سعادته وهو شايف تعبه بيترجم لنجاح، وبيحضن عمه بيقول له ان دي اخر فرصة ليه، ولو منجحش هيسافر لاهله الصين لانه ما بقاش عنده حاجة تانية يضحي بيها. بتوصل الحمولة للمخزن، لكن مدير المخزن بيقول لتوب ان الحمولة متأخرة عن معادها ومش هينفع تدخل، فبيتحايل عليه توب انه يدخل، وبيقول له انه خسر كتير علشان يوصل لهنا. فبيصعب توب على المدير وبيسمح بدخول الحمولة، وبينزل منتجه للفروع، وبتبدأ النجاحات تتحقق. وبقى عند توب مصنع كبير شغال فيه اكتر من 2500 عامل، وعنده اكبر مزرعة اعشاب. وبعد سنتين بس توب قدر انه يسدد ديون اهله رغم ضخامة المبلغ، وفي عمر 26 توب وصلت ثروته لمليار بط. وبكده يكون انتهى فيلمنا. اتمنى يكون الفيلم عجبكم، ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة علشان ما يفوتكمش اي جديد. الفيديو من كتابة يوسف رمضان وتسجيل ومونتاج محمد رضوان. سلام عليكم.